يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الوهاب عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاقه وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر بن رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هات من أول. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من الترجمة. باب ما جاء في السحر من الوعيد. وبين الشارح عندك معنى الترجمة فذكر معنى السحر في اللغة وفي الشرع. قال السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا معنى السحر في اللغة. قال ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، لأنه يقع خفيا آخر الليل. هذا هو معنى السحر في اللغة. قال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد. طيب قوله السحر عزائم ورقى وعقد، المقصود بالرقى هنا الرقى الغير مشروعة، وقد مر معنا أن هناك رقى مشروعة ورقى ممنوعة، رقى شركية
وهي الرقى التي لا تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته ولا تكون باللسان العربي الواضح المبين، أو يعتقد صاحبها أنها تنفع بذاتها كما جاء أو كما قال السيوطي رحمه الله ونقل عنه غير واحد من أهل العلم شروط الرقى المشروعة، تذكرون؟ طيب، عزائم ورقى. إذن الرقى هنا كمثل الرقى التي كانت في الجاهلية مما يعني به شرك، عزائم ورقى وعقد. ومن له علم بهذا أو له اطلاع يعني يعرف أن الساحر يعني ربما يأتي بحبال ويعقدها هذه الحبال على هيئات وأشكال معينة وعدد من العقد معين نحو ذلك لإنفاذ هذا السحر أو العمل هذا السحر. قال هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. لأن بعض الناس يقول إن السحر ما هو إلا خيالات وضلالات ونحو ذلك ولا تؤثر لا في القلوب ولا في الأبدان، ويستدلون على هذا بما جاء في كتاب الله عز وجل وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وقالوا إن السحر ما هو إلا تخييل، وإن هذا الساحر اللي يعمل كده يطلع حمامة ولا يعمل كده يعمل كذا ولا يقول لك شق نصين في الصندوق ثم جمعه مرة ثانية لخفة يده وكذا وكذا وكذا. طبعا هذا ليس بصحيح، وإن كان في بعض هذه الأمور خفة يده وتخييل، ومن أنواع السحر التخييل، يعني هو نوع من أنواع السحر، لكن السحر كما قال ابن قدامة رحمه الله يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، فيمرض ويقتل. قال ويفرق بين المرء وزوجه. بقي لنا أن نضع ضابطا هاما في هامش الكتاب على هذا التعريف. هو قال عزائم ورقى وعقد، هذا صحيح، تؤثر في القلوب والأبدان، فهذا صحيح تؤثر في القلوب. يعني يا أخوان لاحظ السحر قد لا يصيب البدن بالمرض، لكن قد يسحر الإنسان فيشعر بالخوف، خوف وهمي، يعني يحس أن زي ما يكون أي حد مقرب منه يحس أن هيقتله، يحس بالخوف من أبيه أو من أمه. ما سبب الخوف؟ لا شيء، مع حنو الوالدين على ابنهما. يعني أنا أقصد يعني الغالب يعني أنه ممكن يكون علاقته بهذا الذي يخاف منه علاقة حميمية جدا، ربما يخاف من صاحبه، ربما يرتجف قلبه بلا سبب. فهذا التأثير في القلوب، التأثير في القلوب بالضعف، إما بالخوف الشديد أو بالمحبة الشديدة كما في الأشياء التي تصنعها النساء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التولة. التولة نوع من أنواع السحر. الإيه؟ التولة نوع من أنواع السحر يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، فهو نوع من أنواع السحر بيعملوا ليه؟ عشان تقول لك خليه يحبني، خليه يجري ورايا. هذا حقيقي، هذا حقيقي ويحدث، وفي دنيا الناس ربما ما لا يخطر ببالك ولا ببالي، ونحن نسمع أشياء ونستغربها، وربما في الواقع يعني مما زوي عنا ما لو علمناه صلى الله السلامة والعافية. الشاهد أنها تؤثر في القلوب وتؤثر أيضا في الأبدان، وتؤثر في الأبدان، تؤثر في الأبدان، ربما تمرض، ربما تصيب الإنسان بالضعف والعجز، ربما تصيبه بالخمول، ربما تصيبه بأمراض حقيقية في البدن، وقد رأينا هذا وشاهدنا، والكثير منكم يعرف مثل هذه الأمور، ومن لم يعرف فجهل الله يضر. يعني إذا كان لا يعرف من حكايات الناس في مثل هذا فجهل الله يضر، لكن هذا كثير، وكلما زاد الجهل وتفشى بين الناس كلما كثرت هذه الأمور والعياذ بالله. وأكثر شيء في هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في بعض كتبه، لا أدري مش لا يحضرني الآن، لكن الشيخ رحمه الله تكلم عن مسألة السحر وأنه يعني ربما يسير الإنسان في الطريق هائما على وجهه، ربما يجن، ولذلك عقوبة الساحر شديدة جدا، لأنه يعني يغير من حياة الإنسان، ومن ربما تهدم بيوت، ربما يجن الإنسان، ربما يطيش عقله، ربما يعيش في مرض دائم مستمر. يعني أعرف امرأة 20 سنة تعالج من السحر، 20 سنة، وبنت أيضا سنوات طويلة جدا، وحتى تقدم بها العمر لا تستطيع الزواج، كلما تقدم إليها أحد لا تراه إلا قردا.
وحتى من الله عز وجل عليها وقرأت سورة البقرة وكان من شأنها ما كان مما يعني لا يحكى. من الله عز وجل عليها وهي في الصلاة ساجدة جعلت تقرأ في سورة البقرة كل يوم، وفي مرة من المرات سجدت لله سبحانه وتعالى وسمعنا صوتها والله، وكانت من جيراننا تصرخ وتبكي. وفي الصباح سألناها عن، كنا يعني ننصحها ونتابعها، فقالت إنها ضاق بها، ضاقت بها الدنيا وكذا، فقالت أقرأ السورة وأنا في الصلاة في 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 صلاة الليل في سجود الزاي صلاة الليل يعني تقرأ السورة بكامنها في قيام الليل. جزاك الله خير، السبق النساء يعني هو يقصد في الصلاة يعني تلجأ إلى الله عز وجل وهي ساجدة، وهذا معنى صحيح. هي قالت أصلي وأسجد لله وأدعو، فقرأت السورة كلها وهي في السجود بكت بشدة ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى ويا ربي. أنا أحكي هذا والله حتى يكون لنا فيها عبرة يعني وأسوة. فشاء رب العالمين سبحانه وتعالى أنها تسلم، ثم يعني يأخذها شيء عجيب جدا حتى تقيأت دما وعظما، شيء يعني لا يطاق. هذا كان وكان شديد عليها يعني، حتى صوتها كان يعني لا يطاق. فالشاهد هذا هو يعني الإنسان إذا لجأ إلى الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أما الإنسان يعني يذهب ويبحث عن، يقول لك ارقيني وعايزين راقي، واحد متخصص في الرقى، شيخ يكون هي دي شغلته ويرقي الناس، هو في كده؟ ما حك جلدك مثل ظفرك. والإنسان هذا الذي يتألم، الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولا إيه، ولا الإنسان اللي مش مضطر يدعو لهذا المضطر؟ لا، هذه الصلة المباشرة بينك وبين الله، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أنا لن يكشف السوء، الله سبحانه وتعالى. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذه الأمور يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إليه، يأخذ بالأسباب الشرعية. وسيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الإنسان يلجأ، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سورة البقرة وأنها لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فيقرأ سورة البقرة يوميا ويحصن نفسه بالأذكار وكذا. والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله ولو كان ماردا، لكنه لا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الأمور. فالشاهد في هذا كله أن الإنسان كلما يعني وطد صلته وعمق يعني علاقته بالله سبحانه وتعالى، كلما عصمه الله عز وجل من هذه الشرور والآفات، وصرف عنه البلايا والمصائب، ورفع عنه يعني المرض والسحر وهذه الأمور التي ربما يعني تصيبه في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ابن قدامة رحمه الله يقول السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. اكتب بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. هذه إضافة مهمة جدا، لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلما تذكر في التعريف تقول عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله تعالى. هذا هو تمام التعريف، لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها يقول الشارح، أنا أقرأ هذا الكلام لأهميته وللتعليق عليه أيضا كما يعني هو منهجنا في تناول هذا الكتاب، وأنا أرجو أن هذا المنهج يلتزم. أنا بقرأ معكم الكتاب وأبذل فيه وسعي، وأرجو أن إخواننا يعني يعرفون هذا ويجتهدون في الكتاب. كتاب فتح المجيد من الكتب المهمة جدا، ومن الكتب المؤصلة للعلم عند الطالب بشكل يعني مفيد ومهم في طريق الطلب. فأرجو من إخواننا أن هم لا يفوت الدرس وراء الدرس وهم لا يقرؤون. كتاب مفيد جدا، إذا كنت طالب علم بحق فلا يفوتنك هذا الكتاب، ولا يفوتنك معناه إيه؟ إذا أخرت هذا الكتاب إلى الامتحانات ثم تقرأ وتجمع المسائل المهمة وكذا فقد فاتك الكتاب. شوف المصنف ينقل عن مين؟ ينقل عن ابن قدامة هنا، عن ابن القيم في الصفحة اللي قبلها تماما، البركة نوعان، وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن الشيخ
صنع الله الحلبي 3-4 صفح، وعن الشيخ كذا، ويقول قال أبو السعدات، يعني ينقل لك درر ينظمها لك في عقد في هذا الكتاب المبارك، كتاب من 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 أبرك الكتب، مهم جدا ومفيد لك. لا تتركن الكتاب إلى آخر المحاضرات في ال ماشي يا خلينا خلاص وعد وعد طبعا وعد طبعا وعد في الكتاب بليه. نعم جزاك الله خير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لعائشة ما حدث له في في يعني هذا السحر ومعرفة يعني حقيقة هذا السحر. يقول لها: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال، يعني هذا الذي عند رأسه، قال: ما وجع الرجل؟ فقال الآخر، الرجل الآخر عند رجله: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، أو مشط ومشاطة كلاهما. قال: وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لعائشة عن هذا الأمر، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وورد هذا الحديث في صحيح البخاري. وعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لعائشة، يقول لها: يعني أشعرت يا عائشة أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته فيه؟ وكان يشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا، حتى لو نطيل في هذه القضية وندخل في قضيتنا المباشرة، أن هذا لم يتعلق بالبلاغ ولا بالدين، وإنما كان هذا في أمور النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية، حتى إنه يخيل إليه يعني أنه أتى أهله ولم يكن أو لم يحدث، يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فإذا هذا الشيء ليس متعلق بالقرآن، ليس متعلق بالشرع، بالبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، ليس متعلق بأمور الدين بالشرع، وإنما هي أشياء متعلقة بعادات النبي أو ما كان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته اليومية العادية، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان، وهذه رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه يعني جبريل وقف عند رأسه وملك آخر عند رجله، وجعل يتحاوران ليعلمان النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة هذا الذي هو فيه، وأنه سحر، وأنه في المكان الفلاني، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عليا رضي الله عنه فاستخرج هذا السحر. يقول: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ شوف، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من. قال: لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هم أهل لكل سوء في كل زمان وكل مكان، هؤلاء اليهود. الحديث صحيح في البخاري؟ صحيح. هو يسألك أخي الحبيب، هو يسألك؟ آه. آه يسألك؟ بقول آه سؤال. قل لهم: ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ كما قال الصحابي: واثق لأمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ يعني غفلت عن أنه في البخاري وسألت إيه اللي حصل يعني. أنا أعتذر لك والله بدفع عنك. المشكلة أخوان كلنا بنذهل، كلنا يذهل، حتى أهل العلم الكبار لهم أشياء في الطلب وفي كذا، يعني ربما تستغرب أنت منها، ربما لا يقصد السند، ولكن يقصد يعني النبي منزل عليه الوحي ويتمكن منه السحر يعني. لا لا لازم لذكر الله. نعم نعم. الحديث الحديث ثابت في الصحيح وفي السنن نعم سحر بأبي هو ولد النعيم ينفع يعني كده عايز اعرف كمل. طيب احنا اولا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وترد عليه عوارض البشر، صح ولا لا؟ خلاص كده اتفقنا. طيب
النبي صلى الله عليه وسلم شتم؟ نعم شتم. ضرب؟ نعم ضرب. ألقي سل الجزور على ظهره؟ ألقي سل الجزور على ظهره. هو أشرف الناس وأهله أشرف الناس وأطهر الناس، رمي في عرضه في عائشة ولا ما رمي؟ رمي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وترد عليه عوارض البشر، لكن عصمه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالبلاغ بالدين، كل شيء يتعلق بالدين. طيب واللي بيحصل للنبي ده صلى الله عليه وسلم ليه؟ حتى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكي ما إذا أصاب واحد منا شيء من هذه الأمور يقول قد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مني ومن كل من وطئت قدمه الحصى دون النبي صلى الله عليه وسلم. هو خير الناس وخير من مشى على الأرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصاب بمثل هذه الأمور لتكون فيها المواساة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إن هم يصبروا على مثل هذه الأمور وأنهم يعني يلجؤون إلى الله عز وجل ويتضرعون ويعرفون أن من صار في هذا الطريق لابد أنه يعني ستصيبه يعني اللهواء والضراء وسيصيبه كذا وكذا وكذا. ما هو السحر هذا من أمور الدنيا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدته له، أهدت امرأة يهودية شاه مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله إن رب العزة تبارك وتعالى لم يشأ أن يصب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السم، حتى إذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو مريض في أواخر عمره شعر بالوعكة، وجد حتى أخبر إنه يجد أثر هذا السم فيه صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه من خوارد البشر. فدعك من عاطفة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقول لا أنا ما صدق إزاي، وقفل عيني وقفل ودني وقفل كل شيء وما حصلش. لا حصل، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا أهل السنة وأهل السيرة، وهذا معروف ويعني منقول نقلا صحيحا قطعيا. كم من بركة هذا أن الله عز وجل أنزل المعوذات عن النبي؟ نعم والله كنت سأختم بها، جزاك الله خير، كنت سأختم بها في حديثي، إنه لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأسه، وقف الملك الآخر عند رجله، ما بال الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشت ومشاطة وفي جف يعني طلعة ذكر ونحو ذلك. أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم، المعوذات آخر سور في المصحف التي تعرفها هذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهن، ما تعوذ متعوذ بمثلهن. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يسحر تنزل عليه هذه الآيات. طيب ومن من إخواننا يعني أصابه لا أقول سحر بل قل مرض أو نحو ذلك، فتعوذ بمثل هذه المعوذات يقينا يعني يقرأ المعوذات هذه هكذا ويمسح على جسده، والله إذا قرأ بمثل هذا اليقين يبرأ من فوره. وهذه من البركة، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيه الأسوة والقدوة، وإنه نتأسى به في هذا، وأن يهون علينا البلاء لأنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى هذه العلاجات حتى نعالج أنفسنا بها. المشركين لما قالوا إن تتبعون إلا رجلا مصبورا، يعني هو كان مش عارف والعياذ بالله، يعني كده صح؟ ماذا تقصد؟ تتبعون إلا رجلا مصبورا، مين اللي كانوا يقولون هذا؟ المشركين يقولون ساحر، سحر الناس حتى بدلوا دينهم. وقالوا تتبعونا إلا رجل مصبور. ايوه طب هم يرمونهم، هم كانوا شايفينه مصبور. لا هذا ليس في الايه، لم تنزل في هذا، لم تنزل في ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر. كانت مسافر في المدينه، هم بيتكلموا بالسياق. طيب هي شدة العاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تجعل بعض الناس يرفض مثل هذه. يقصد مسحور في عقله بالجنون اللي هم الكفار، يقصد مسحور في أمور الحياتية بعيدا عن الشريعة والتدين. نعم خلينا نتكلم بعد الدرس. أيوة يعني طيب يقول ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشت ومشاطة أو مشت ومشاطة، والمشت معروف يقال المشت والمشت، والمشاطة الشعر الذي يسقط عند تسريح الرأس، يعني الشعر الذي يسقط من الرأس عند تسريحه.
وفي جف طلعة، جف طلعة الطلع اللي هو طلع النخل، وجف الطلعة اللي هو وعاء الطلع أو غشاء الطلع، كأنه جاءوا بالطلع هذا وشقوه من 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 بينه وبين الغشاء الذي حوله، يعني القشرة التي حوله إذا جف يعني. نعم تمير مثلا زي يعني أنت تخيل أنت مثلا الجريد، الجريد هذا وجدته ففصلت الغشاء الذي عليه هكذا، شقوه وفصلوا الغشاء ووضعوا المشط والمشاطة فيه ثم رموه في البئر حتى تغير ماء البئر، تغير ماء البئر من 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 خبث هذا السحر الذي كان. في جف طلعة ذكر، ذكر النخل، ذكر النخل فيه ذكر وأنثى ويلقح. قالوا في كلام يا شيخنا؟ نعم قالوا في كلام سحر مكتوب وكذا وعقد ونفس في هذا في المشط ومشاطة، يعني شعر الذي يسقط من التسريح مع هذا المشط أخذوه ونفسوا فيه وتكلموا فيه بالسحر ووضعوه في هذه النخلة أو الجريدة هذه ورموها في البئر. لأن مسحور له شعر، مسحور له أو شعر أي شعر يأخذون من شعر الإنسان نفسه. طب يا أخوانا لا يصح هذا، لا يصح أن كلنا نتكلم في وقت واحد في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. في مشط ومشاطة قلنا الشعر الذي يسقط من رأس الإنسان، فأخذوا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم والمشط الذي كان فسرح به النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا عليه هذا السحر ثم وضعوه في هذه في جف طلعة ذكر، في جفها يعني في في وعائها بين الوعاء وبين القلب الجريدة هذه، ورموها في بئر ذروان. وبئر ذروان بئر في المدينة في بستان لأحد اليهود من بني زريق، ويقال بئر ذروان والأصح أن يقال بئر ذي أروان كما وردت يعني الروايات به عند مسلم وفي معظم روايات البخاري، جميع الروايات عند مسلم بئر ذي أروان، وسواء هذا أو ذاك فكلاهما صحيح لكن هذا الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر عندك مسألة التفصيل في حكم الساحر، وذكر كلام أحمد وأصحاب أحمد وما ذكره عن عبد الرزاق وغيره، وخلاصة هذا الكلام فيما قاله الشافعي رحمه الله. حسن الشافعي رحمه الله مادة الخلاف في هذا، وذكر كلاما هو الراجح من أقوال أهل العلم والتفصيل الصواب في هذه المسألة. قال: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. طبعا مفهوم من كلامه: وإن كان لا يوجب الكفر لا يكفر، فالكلام فيه معنى مضمرا لكن هو أكد على المقصود: وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، لأنه اعتقد إباحة شيء هو محرم في الدين ومحرم في الشرع. وقد سماه الله عز وجل كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتنة استغفر الله، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اكتب لو سمحت سؤال. طيب.
طيب أهل العلم في هذا يفصلون في هذه المسائل، وهذا التفصيل الذي ذكره الشافعي رحمه الله لم يذهب إليه عامة أهل العلم، وإنما العلماء اختلفوا في مثل هذا، وسيأتي هذا في آخر كلامنا في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا قد مر معنا في الباب الذي قبله، وذكرنا أن هذا من باب التفسير بالمثال، الجبت الطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وتختلف مقولات السلف في التفسير، وهذا اختلاف تنوع لأنهم فقط يضربون الأمثال على المعنى المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، إذن عمر يقول الطاغوت الشيطان، وجابر يقول الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد يعني في كل قبيلة من القبائل كما ذكر الشارح عندك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أنتم يعني ألجأتموني إلى أن أقرأ الكلام وأعلق عليه بطريقة مقتضبة، ولا أذكر أمثلة ولا أستطرد في كثير من الأمور حتى لا يحدث مثل هذا الصخب وهذا الضجيج، وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يطرد بما يعني لا ينفع الباقيين أو كذا أو كذا. ومثل هذا أنا حذرت منه أكثر من مرة، وليس معنى السكوت على مثل هذا إنه أنا يعني في الحقيقة والله لا يعني أغضب ولا يصيبني شيء لنفسي، وقلت هذا مرارا وتكرارا، أسأل الله عز وجل الصدق في هذا. مجالس العلم لا يمكن أن تكون على مثل هذا النحو، وإذا حزن الإنسان على مثل هذا فإنما يحزن على سلوك طالب العلم في مجلس ربما تنزع فيه البركة بسبب مثل هذا، مثل هذه الأمور. فأنا كل ما يؤلمني ويحزنني إنه أن تذهب بركة المجلس، وأن يكون هذا بشؤم مني أنا جعلكم يعني تسلكون هذه المسالك الغير صحيحة. ما ينبغي أبدا في مجالس العلم أن يحدث مثل هذا، هذا يتكلم وهذا يتكلم ويعني كذا ويعني كذا، وتتضارب الأصوات بالأسئلة على هذا النحو، وهذا يعني ما عهد أبدا في مجالس العلم، أبدا في مجالس العلم. وإنما مجالس العلم مجالس كلها وقار وكلها سكينة، وكلها كان أحدهم يخشى من بري القلم في المجلس مش على هذا النحو. هذه الأداب فقدت في مثل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما يجي يتكلم أخ حتى ولو بيسأل سؤال ولو سؤال بسيط تجد صوته أعلى من الذي يتكلم بالشرح، أو أعلى من بقية إخواني. لماذا؟ يعني رفع الصوت على هذا النحو أصلا يعني ليس من خلق الإسلام أن يرفع الإنسان صوته إلى هذا الحد، حتى وإن كان جهوري الصوت عليها أن يخفض صوته، لأن مجالس العلم مجالس تغشاها الرحمة وتغشاها السكينة. إن السكينة إذا كنا الناس في 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 خضوع، الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم، الملائكة تضع أجنحتها ونحن لا نخفض أصواتنا، الملائكة تخفض من يعني أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، ورضا لمجالس العلم بما يعقد فيها من ذكر الله عز وجل وكلامه وكذا، ونحن لا نخفض أصواتنا، أصوات مرتفعة وكذا وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله واتوب إليه. لا يسب لك يا شيخ. نعم. لا يسب لك. كلين فيك بس يا شيخ. نعم. ولا يسب لك. جزاك الله خير. والله لا تأسف لي، ولكن أسف على العلم وعلى أهله وعلى طلابه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث فيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا،
كما ذكر الشارح عندك. ولكن لماذا لم يبين الشارح؟ لماذا؟ لأن اجتنب معناها أن تكون أنت في جانب، وهذه الأمور التي ذكرها في جانب آخر، فيبعد عليكم التلاقي. أن تكون في جانب وهي في جانب، فيبعد التلاقي بين من كان في جانب وهذه الأمور في جانب آخر. اجتنبوا السبع الموبقات، ابتعدوا عنها، دعوها أو اتركوها، بل هو أبلغ من هذا. يعني إذا فسر هذا بهذا فهذا على سبيل التقريب وفقط. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، المصنف أو الشارح رحمه الله يقول: وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين ولابن أبي حاتم. المهم أن الشارح عندك ذكر روايات للنبي صلى الله عليه وسلم تختلف في ذكر هذه الموبقات. أولا تختلف في عددها، هل هي سبع أم هي تسع، أم هي يعني أكثر من ذلك أم أقل من ذلك، أم يعني اختلفت الروايات في ذكر العدد. ثم اختلفت الروايات أيضا في تحديد هذه السبع أو التسع، يعني في نفسها، في تحديدها هي في ذاتها. فاختلف العدد واختلف ذكر الموبقات هذه. فالحافظ رحمه الله ممن أجاب على هذا الإشكال، وقال يجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار كل هذه ردود، اكتب واحد اثنين ثلاثة هكذا وأنت تذاكر. قال: وأن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، هذه كلها ردود طيبة، وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الحافظ ابن حجر رحمه الله بقول ابن عباس فيما أخرجه الطبراني أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من سبع وسبع. يعني أكثر من سبع وسبع؟ لا، نعم، الضعف، أحسنتم، الضعف. يعني أكثر من سبع وسبع يعني أكثر من الضعف، أكثر من 14، مش كده؟ أكثر من سبع وسبع، سبع وسبع كم؟ طيب، إذن هو يقول هي، وفي رواية قال هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. يعني إذن هذا ليس المقصود فعلا عد هذه السبع الموبقات فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المفهوم منه العدد، وإنما المفهوم إما يكون بالنسبة لمقام السائل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يقول له: أوصني، يقول: لا تغضب. يجي رجل يقول: يا رسول الله دلني على عمل، يقول: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. يا رسول الله دلني على يعني صدقة أو كذا، ماتت أمي يا رسول الله، قل: أفضل الصدقة سقي الماء. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الإيه؟ يراعي الأحوال، إما وهو يرشد إلى العبادات أو يرشد إلى شيء من المعاملات أو من الأخلاق أو كذا أو كذا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال السائل. قبل هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر على ما ما اتفقنا عليه من تناول الكتاب بالشرح ونحو ذلك، يقول: ولابن أبي حاتم عن علي. ماشي، وصلتم؟ قبل كلام الحافظ مباشرة، السطر اللي قبله أو السطرين يعني، خلاص. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر السبع: إلا مال اليتيم، وزاد العقوق، والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة. وزاد العقوق اللي هو عقوق الوالدين، والتعرب بعد الهجرة يعني أن يرتد الإنسان من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب مرة ثانية، يعني تركا لدينه. يعني إيه التعرب بعد الهجرة؟ يعني الذي يرتد أعرابيا بعد أن هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما هاجر إلى المدينة يرتد إلى الأعراب في البادية مرة ثانية، يرتد، يترك الدين ويذهب إلى الأعراب. هؤلاء يعني ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. المرتد
العائد إلى البادية. كنا من قبل لا نتبع مثل هذه الطريقة مع الطلاب، وكان الطالب يبحث عن هذه الكلمات بنفسه ويرجع إلى كتب السنة ويرجع إلى غريب الحديث وكذا. لكن لما يعني علمنا أن أخونا يعني لا يقرؤون فضلا عن أن يبحثون أو يجتهدون في مثل هذه الأمور وضعفت الهمم، فصرنا نعلق على مثل هذه الأشياء في الكتاب حتى وأنت تقرأ لا تحتاج، تقرأ فقط ويكون كل شيء إن شاء الله واضح عندك. طيب، الشاهد من هذا الحديث الذي ساقه المصنف تحت هذه الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، فذكر السحر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما ترجم له المصنف باب ما جاء في السحر. فالسحر وتقدم معناه وتقدم التحذير منه. وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها كما قال الشارع. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله إلا بالحق كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم ذكر الشارح عندك، طبعا هو هنا قال الشارح هنا يقول كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأضاف إليه أضاف إليهما أهل العلم الثالث، يبقى نفس المسلم المعصوم هذه الأولى، وقتل المعاهد هذه الثانية، والثالث المستأمن، والمستأمن بالكسر هكذا هو طالب الأمان، طالب الأمان يعني رجل دخل في تجارة مع المسلمين وهو رجل حربي أو رجل يعني مبغض للإسلام والمسلمين أو كذا أو كذا أو كذا مما يكون. المهم أننا يعني أمنا في دخول بلادنا فيحرم قتله، يحرم قتله. والشيخ ابن عثيمين في القول المفيد فصل في هذا فارجع إليه. الشاهد قوله واختلف العلماء، قول الشارح، الشارح يقول اختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا. قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وقد وردت آثار إلى آخر، إلى أن قال وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هنا قال يخلد فيه مهانا، وفي الآية الثانية التي قبلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالآية فيها وعيد شديد جدا، حتى قال ابن عباس وقال يعني جماعة من السلف إن القاتل المؤمن متعمدا ليست له توبة، ليست له توبة. لكن جمهور الأمة سلفا وخلفا كما قال الشارح يقول إن له توبة. يقول الشارح عند قوله من يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جزاه. وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروى مرفوعا أن جزاءه جهنم إن جزاه. فإن جزاه هنا مقدرة، إن جزاه هنا مقدرة، خلاص انتهى الكلام، دعك من كلام الشارح وانتبه معه.
هنا قول ابن عباس يقول وجماعة من أهل العلم يقولون إنه ليس له توبة. ورد عن ابن عباس في رواية أخرى أن له توبة، وورد هذا أيضا عن أبي هريرة وغيره من الصحابة ومن أهل العلم أيضا. قول أبو هريرة هذا إحدى الأقوال في تخريج هذه الآية، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إنه الإنسان حتى إذا قتل مؤمنا متعمدا يعني جزاؤه القصاص، وسيقتص منه، ومن اقتص منه فهو كفارة له في الدنيا. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه، حتى المشرك، حتى أهل الكتاب الذين يعني سبوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عما قالوا علوا كبيرا، فالله عز وجل ناداهم بالتوبة. فهنا اختلف أهل العلم في تخريج هذه الآية، في فهم هذه الآية. فهذا وجه من الأوجه الشارح عندك اختاره، وهو هذا جزاؤه إن جزاه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني إن جزاه، لكنه ربما يعني لا يجازي بمثل هذا الجزاء، أنه يدخل النار خالدا فيها كالمشرك، وقد مات على التوحيد لكنه فعل هذه الكبيرة من الكبائر أنه قتل النفس. طبعا مستند أهل السنة في هذا، أو مستند جمهور الأمة الذين قالوا بأن له توبة، هذا قول الله سبحانه وتعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، لأنه قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله، وذكر جملة من الأفعال، ثم قال: يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فاستثنى الله سبحانه وتعالى. لكن المسلك الصحيح في التخريج، طبعا العلماء لهم مسالك كثيرة في تخريج هذا، قريب من هذا المسلك الذي ذهب إليه أبو هريرة وجماعة من أهل العلم. هذا ليس قول أبي هريرة فقط، هو قول جماعة من السلف، ورجحه الطبري والشنقيطي، اللي هو هذا جزاؤه إن جزاه، واستحسنه ابن كثير رحمه الله. ابن كثير ذكر هذا الطبري، واستحسنه ابن كثير، وذكره الشنقيطي، وهو قول أبي هريرة وجماعة من أهل العلم يقولون إنه، طبعا الجمهور أهل العلم يقولون إن له توبة، خلاص انتهينا، ماشي أخوانا. لكن نقول إنه هذا الذي ذكره جماعة من السلف وجماعة من أهل العلم كمسلك للتخريج. اعترض عليهم فريق من الأهل من أهل العلم كالواحدي رحمه الله، يقول هذا المسلك غير صحيح، لأنه ولماذا نحتاج إلى التقدير؟ لماذا نحتاج أن نقول هذا جزاؤه إن جزاه؟ يعني يقول هذا فيه تعسف، فيه يعني فرض معنى لم يرد في الآية بتقدير هذا المعنى. طيب، ما الذي تقولون به؟ قالوا: نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكنه سبحانه وتعالى يعفو بكرمه. يعني واستدل ببيت للشاعر يقول فيه: وإني وإن أوعدته فمنجز إعادي ومخلف موعدي. فقال إن هذا من 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 كريم الخصال، إن ربنا سبحانه وتعالى توعد بهذا ولا ينفذه، يعني لا يجازيه بهذا الجزاء. لكن يرد على هذا إنه يقال إنه يعني أنه أن الله عز وجل نص على هذا في كتابه، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فربما ثم شيء آخر غير أنه يقول على الله سبحانه وتعالى بما ليس له يعني به أو عليه دليل من الكتاب أو من السنة، على أنه يقول أن ربنا سبحانه وتعالى وعده بهذا لكنه لا يفعل. لا، هذه ليست يعني أيضا مما يعني عليه مآخذ كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر قبله النووي هذا القول وصوبه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسفاريني رحمه الله، ورجحه الشيخ السعدي وجماعات من أهل العلم، يقولون إن الآية على ظاهرها، الآية على ظاهرها، ولكن يقولون إنه هذا
وعيد ووعيد شديد بالخلود في النار، هذا للتأكيد على فظاعة وبشاعة هذا الجرم، إنه مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. لكنه ربما يأتي بحسنة التوحيد كما في حديث البطاقة، رجل يأتي بحسنة التوحيد قد عمل سيئات ما ترك شاردة ولا واردة إلا وفعله، وحديث الرجل الذي قتل 100 نفس وكذا 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 وكذا. قالوا إذن هناك حسنات ماحيات، وهناك أمور كثيرة جدا ربما تكفر هذا الذنب ما عظمه، لكن هو يحتاج أيضا معه إلى يعني أعمال عظيمة جدا تمحو هذا الإيه، تمحو هذا الذنب. فتكلموا في هذا في مسألة يعني معروفة عند أهل العلم بموانع إنفاذ الوعيد، قالوا هذا وعيد وهو على بابه. طب إيه الفرق ما بين القولين؟ ربما قائل يقول إذا كان هذا الأمر يعني، طب إيه الفرق بين القول اللي يقول إنه ربنا سبحانه وتعالى يعفو بكرمه، أو مثلا إنه يعني أوعده ولا ينفذ الوعد كرما منه سبحانه وتعالى؟ الفريق هذا يقول انه لا ينفذ هذا الايه الوعيد، لا ينفذ هذا الوعيد. لكن قول شيخ الاسلام ابن تيميه والنووي وجماعات من اهل العلم الذين قالوا بمثل هذه المساله، قالوا انه لا ينفذ هذا الوعيد، في بعض خلقه ينفذ هذا الوعيد، يدخل جهنم ولا يخرج فيها، لانه لم ياتي بالحسنات الماحيات، مش التوحيد بس. هم قالوا موانع انفاذ الوعيد وذكروا 10، شيخ الاسلام ذكر 10 من موانع انفاذ الوعيد، ذكر منها التوبة والاستغفار والتوحيد والحسنات الماحيات ودعاء المؤمنين لبعضهم البعض مثل صلاة الجنازة ونحو ذلك، وذكر مسائل كثيرة وصنفت المصنفات في هذا في موانع إنفاذ الوعيد. فيقولون إنه إن هذا الوعيد على بابه وأنه متحقق، وإنه إن لم يحصل فبهذه الموانع، إن الوعيد صحيح وإنه يحدث، لكن ربما يأتي الإنسان بحسنات ماحيات، ربما يأتي باستغفار، ربما يأتي بتوبة صحيحة من قلبه لله سبحانه وتعالى على هذا الذنب، واستقامة بعد هذا الذنب ونحو ذلك، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، يغفر له هذا الإيه ويتوب عليه، ولا يحقق فيه، لا ينفذ فيه هذا الوعيد الذي توعده لمن قتل مؤمنا متعمدا. هناك رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان موانع إنفاذ الوعيد للدكتور عيسى السعدي، رسالة مهمة جدا، دكتور عيسى السعدي موانع إنفاذ الوعيد، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى موانع إنفاذ الوعيد. في أيضا رسالة دكتوراه مفيدة جدا في هذا الباب، آيات العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض، بس تكبيرها شوي يعني في مجلدين، آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض، ذكر بالتناول بالأكل وأكل الربا كما جاء في قوله تعالى الذين يأكلون الربا، والمقصود تناوله بأي وجه كان، وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، والتولي يوم الزحف يعني الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قيد به في الآية، قيد في الآية في سورة الأنفال في قوله ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فاستثنى الله سبحانه وتعالى. وقذف المحصنات أو المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكر الشارح عندك الوجهين بالفتح وبالكسر. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، كلاهما صحيح، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر.
وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب قال وقال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح عندك أن المراد في الحديث الأول وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف هو جندب ابن عبد الله لا جندب الخير الأزدي، وجندب الخير الأزدي هو الذي قتل الساحر، هو الذي قتل الساحر. طيب قال وحد الساحر ضربه بالسيف. قال بهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أصح للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس من خلافته أو في خلافته من غير نكير. خلاص. طيب قال في الحديث الآخر عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الشرح هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر، وهذا الأثر لم يرويه البخاري أصلا. وقول اقتلوا كل ساحر وساحرة جاء عند أحمد وأبي داود وعبد الرزاق، والأثر يعني قد صححه بقتل الساحر والساحرة جمع من أهل العلم كالشافعي والترمذي وابن حزم وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم، فصحيح لكن لم يروه البخاري رحمه الله. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال الشارح وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته، لذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. طيب هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. يقول المصنف عندك المصنف وصح عن حفصة أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب، وكذا صح عن جندب. وجندب في هذه الرواية هو جندب الأزدي الذي ذكره الشارح في الرواية الأولى. طيب قال بقتل الساحر، قال بقتل الساحر أكثر أهل العلم وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب وقيس بن سعد إلى آخر ما ذكره الشارح، ورجح هذا ابن باز وابن عثيمين وجمع من أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. ومما يعلم للفائدة أن ابن قدامة رحمه الله يكثر من ذكر الإجماع ويحتاج إلى تحقيق في بعض الأحيان تحري الإجماع الذي يذكره ابن قدامة رحمه الله. هذه مسألة فقهية يعني لكن فائدة على هامش. وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه وهو اختيار ابن المنذر، وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى وهو اختيار ابن المنذر والشنقيطي رحمه الله إنه لا يقتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. استدلوا بما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. أنتم طبعا حديثي عهد بالكلام الذي ذكرناه، أنا لم أقل قال الشارح حتى يبحث بعضكم في الكتاب ويقلب الصفحات، انتهينا خلاص يا خنا. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وما لم أذكره أو انتهينا من الكلام على كلام الشارح، وهذا الكلام زيادة على ما ذكره الشارح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا كلام الشافعي رحمه الله فيما ذكره الشارح عندك في الكتاب في مسألة التفصيل في الساحر، وهل ينظر في سحري أو لا ينظر في سحري. الفريق الأول هذا الكلام بالتبسيط، يعني الفريق الأول قال لا ينظر في سحري لأن السحر لا يكون إلا
بالتعاويذ ومثل هذه الأمور التي يكون فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يتوصل للسحر إلا بالتقرب للشياطين وربما الذبح لهم وربما الكفر بالله عز وجل وكذا وكذا وكذا، مما ذكره أهل العلم ومما عرف من حال السحرة أنهم يكفرون بالله عز وجل وربما يطؤون المصاحف بأقدامهم أو يدخلونه في أماكن لا تليق بالمصحف أو كذا أو كذا أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا هذا السحر لا يكون إلا بهذه الأمور، فاعترض الفريق الآخر من أهل العلم قالوا هناك بعض السحر يكون بالأدوية وببعض الأشياء التي ليس فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى، ليس فيها حتى استعانة بالشياطين كما يقولون هذا في بعض هذه الأزمان، يقولون هذا رجل يعني رجل خفيف اليد لا يعرف السحر ولا يعرف الشياطين ولا مثل هذا، يخيل على الناس ببعض الأشياء وكذا أنه سحر وليس بالإيه وليس بالسحر، فيسأل في هذا صف لنا سحرك اشرح لنا، أو يسأل من اشتكاه أو وصف سحره للناس، ويتأكد القاضي أو الحاكم الذي سيحكم على هذا الساحر يتأكد أنه فعلا يتناول هذا السحر بالشرك، لأنه يعمل بعض التخيلات أو الألعاب أو مثل هذه الأمور التي يلبس بها على الناس. إذن الشافعي ورواية عن أحمد وهو اختيار بن منذر والشنقيطي وجماعة من أهل العلم أنه لا يقتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، استدلوا على ذلك بحديث رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن عمرة قالت مرضت عائشة فطال مرضها، فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا مرضها، قال إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة، مطبوبة يعني مسحورة، إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة، قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها، دبرتها يعني دبرتها للعتق بعد موتها، يعني كتبت لها أنها إذا ماتت، يعني عائشة وكان هذا مشهور في القديم تدبير العبد، يعني إذا مات سيده يعتق لا يصير تركة للورثة ونحو ذلك، وهذا يكتبه السيد لرقيق من رقيقه تفضلا منه عليه. هذه الجارية من خبثها ولؤمها ومكرها سحرت عائشة رضي الله عنها، الآن عرفتم لماذا؟ نعم، وكانت قد دبرتها فسألتها فقالت ما أردت مني، عائشة تقول لها لماذا صنعت هذا ما أردت مني، فقالت أردت أن تموتي حتى أعتق، سبحان الله، قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة، فباعتها وأمرت بثمنها أن يجعل في غيرها. انتهت الرواية عند عبد الرزاق. وفي رواية أخرى فأمرت بها ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيئون ملكتها، قالت وابتع بثمنها رقبة فأعتقها، ففعلت. وهكذا عائشة رضي الله عنها كانت سخية لا تبقي شيئا مما رزقه الله سبحانه وتعالى إياه إلا أنفقته حتى تبيت يوم تبيت ولا طعام عندها رضي الله عنها وأرضاها. طيب، وقد ذهب إلى عدم استتابة الساحر مالك وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن باز وابن عسيمين وابن جبرين والفوزان والمصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، لظاهر فعل عمر وجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين ورحم الله هؤلاء الكبار من أهل العلم، قالوا لأنه شر عظيم ولأنه قد يعني يخفي سحره، ربما لا يحدث بهذا السحر، نحن نذهب نقول له صف لنا سحرك، ربما يخفي هذا السحر، ربما هو يفعل مثل هذه الأمور ويقول خلاص أنا تبت. فقالوا إذا تاب فبينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن يضرب بالسيف. إذا تاب فالله عز وجل يعلم من قلبه التوبة الصادقة الصحيحة النصوح، ولكن يضرب بالسيف. وذهب إلى استتابته الشافعي وأحمد في رواية، وهو اختيار النووي وابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، لأنه يعني صح قبول توبة سحرة فرعون وقياسا على قبول توبة الكافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد ابن الأعصم، واستدلوا بأشياء كثيرة، ومن أرد الاستزادة فليرجع إلى ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع صفحة 30 و31، يرجع إلى فصل في حد الساحر وفصل في استتابة الساحر، فيه كلام طيب وجميل لابن قدامة رحمه الله، ويرجع أيضا إلى مظن هذه المسألة في كتب الفقه. هذا
يعني باختصار حتى من دون أن نرجح، لأن المسألة يعني هي فقط لمدارسة العلم وأنت لست مطالبا بها، وإنما حتى تتدرب على الملكة وسماع أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل ونحو ذلك. وإنما كما قلنا ونكرر أنت تسأل عن مسائل العقيدة، ستسأل في الاختبار عن مسائل العقيدة، ولكن من شاء أن يتوسع في مسائل العلم ويبحث وينقف ويستفيد ويتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.